خالد طراد يعمل بدبي في تجارة لا تبور، فهو يستورد السيارات من كل دول العالم إلى الإمارات ثم يصدرها إلى دول أخرى. وزبائنه مغتربون من جنسيات مختلفة ومواطنون يشترون لأصدقائهم ومعارفهم في بلاد أخرى. سوق نشطة وقوة شرائية لم تضعفها الأزمة لتصبح الإمارات مركزاً لاستيراد وتصدير السيارات إلى الخليج. في سلاسة في العمل، في التعامل مع طبعاً بالنسبة للإدارات الحكومية، للجمارك، للإدارات الترخيص، يعني طريقة التعامل مع الكاستمر سهلة جداً، ما يلاقي فيها صعوبة. دائماً الزائر أو المقيم إذا حاب يشتري سيارة من السوق شغلتها كلها على بعضها بتكلف نص ساعة، يعني ما في عرقلة. إذا حب يجمرك السيارة كل الموضوع نص ساعة، إذا حب يسجل السيارة نص ساعة، ما في تعقيد في الأمور. المفارقة في هذه التجارة أن عدداً كبيراً من هذه السيارات يستورد من بلد معين كألمانيا مثلاً عن طريق تجار كخالد، ليصدر من جديد إلى ألمانيا نفسها عن طريق أفراد بفارق وفوائد. جتني مرة حالة بيع وشراء السيارة ما كانت متوفرة في السوق الإماراتي، فاضطريت أني أنا أستوردها أو أطلبها من ألمانيا، يعني كانت متوفرة عند شخص إحنا نتعامل معه، فاشترينا السيارة ودخلناها الإمارات وكانت سهلة العملية جدا، يعني حتى تحويل الأموال وهذا ما كان في أي صعوبة في الموضوع. فاشترينا الياهو وجبنا الياهو واستخدمها الشخص هنا، فلما استخدمها الشخص بعد فترة حب يبيعها، فبعناها لشخص ألماني عن طريق نفس الشخص هذاك اللي اشتريناها من عنده، هو نفس الشخص رجع اشتراها منه مرة ثانية. أموال طائلة يجمعها خالد من تجارة استيراد هذه السيارات وإعادة تصديرها في دورة تجارية سريعة، حيث يشهد معرضه توافدا كبيرا للزبائن، وتتعالى الأصوات لمناقشة الأسعار، لكن ما تلبث أن تهدأ وينتهي الأمر بالبيع والشراء. نحن نثق تماما بأسواق الإمارات لشراء السيارات، نعتمد في إيران على هذه السوق لاستيراد السيارات المستعملة، فالإجراءات هنا سهلة وغير معقدة. أنا جيت المعرض بخصوص النربية من السعودية يدور موتر سيل مرسيدس لأنني أقل عنه أسعار، لفيت كذا معارض برا دبي وهذا أنظف سيارات شفتها أنا في دبي، لأن الاستعمال هنا قليل. توفرت سيارات عندهم من 2010 2011 في المعارض، يعني سياراتهم حقيقة نظيفة، يعني ما أن فيها غلا، يعني الغلا اللي هو. وأدى الركود الذي عرفته سوق السيارات الجديدة بسبب الأزمة المالية العالمية إلى ارتفاع اقتناء السيارات المستعملة إلى 60%، خاصة بعد إقبال الناس على بيع سياراتهم الجديدة وشراء المستعملة للاستفادة من فارق السعر في توفير سيولة نقدية لتأمين احتياجات الحياة.